هذا الزمن البعيد كان الشعر العربي يتجلى بأبهى صوره. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلم. نسجت كلماته بعقود نفيسة حيث اجتمعت الألفاظ والأفكار لتخلق روائع شعرية لا تنسى. أيها الأهل الكرام، آن الأوان ليجود كل شاعر بشعره في مسابقة هي الأكبر في تاريخنا. أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. شعر تنساب فيه الكلمات، كان هار تفيض بحكايات عن الحب والشجن والحياة. وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. هنا يقف الزمان في هذا المكان، يمنحنا فرصة لنكتشف ونعيد إحياء تراث ثمين لا يمحوه الزمن. معلقة 45 ابتداء من الاثنين 10:00 بتوقيت السعودية على MBC1. تابعوا الحلقات بعد عرضها على الشاشة مجانا على شاهد.